وزيرك وزارة دقن قيد الحيس كسوماليلان خضر الحاجي يوسف عبداللهي أيها باق ودري شعب كسوماليلان إن إلا شدان نبت قليد أي حسن لوني دا سوماليلان وحونات المامي إن لغفو قادو وحكستو حرد ميكارا قرن مضا يجريتان كسوماليلان سيدو قلن وحو برشادة درينسيي هلغن كي ديرا إيه لاصو مري أن نودا سوماليلان وحونا برشادة وباقي إن إي كور سوغان قوان كا كوميشن كا دورشوين كا إن تيجيدا أي كوشا عنا يان عدة كو قولي ستي ترتن كا دورشادة مضاحت النمضة سوماليلان ولكن السياسة تنتي سقار كاوتا يعني يدكو قورين حتي على حنو قطيد هو يدا يباها مضحون قطي حتي على دمتيد هو يدا يباها مضحون قطي مركا وحان عرالا هاتسك الشعب كا إن إناغا نبادون بوحنا وقود شرطا نبادا أيوم بانو كوها قاقينا وحيالا بدا مودة كينا كالعاي دقال سوكيا كالعاي كوني سقال بقال أفرس تقاشنكي إن دور كون لالا وكوني العراب على الشهقا إنا نيقالي تان ولما مغشين تد هذا الهيا دور كي كونا قفل انتهي عد هذا الهيا سما مغشين محاول انتهي عد سويدين سما مغشين مرحدي عن أي ساعة هاي أو وحيد انتهي هل كان يجت هاي أو عن حتى رات كوغل سواد القادين دي معلوم والله ما ينل يدك كورا بقى مركها ولا يلا ضو بين اللي دين شيء قو ولا يلا حباس سدنا أو نكا تنله وتنتي سو كلياتها دي ودين شيء قو تعال جوا أنتوا بقى يعني الله وزيرك وزارة الدقن كي يدر حيسك سوماليلان وحو آدو أماني هنان كا يوم عمرين كوميشن كود دورشوين إلا هادا عود بحينتي دورشا دا مدح توي يدا يسطحي طبانكي بشار نوفمبر كاد عغي سوماليلان إيه سيدا نبقل يدا عي شعب كو عدكو قو ديبتين وحو نسيدو كلا أم هادنا غي شعب كو دقن قبل كهو أو تلمامي إناي تاغير وموچيين حسبقا كل ميه كوميشن كا قارن كنا وحان وهم بليين ايا وحويان وقلاشا إيه هادالكا ودن بيا يرادين cid kasto cabanaysa albaabadeed way u furantay taasina waa wax wanaagsan oo sameeyeen ugu dambeyntii waxa aan tahniyad iyo abaal aan ogahay in aniga ii galan inta badan aan u dirayaa shacabka gobolka Hawd oo igu taageeray iyo siyaasiyiin badan oo ama siyaasiyiintii waa weynaa ee gobolka oo dhan ay dhinaca mucaarad ka soo jeedaan in haddana ay sabab u noqdeen dhaxjoogii iyo abaalkii aan gashaday iyaguna ay abaal gudeen in dadka gobolka Hawd aan kaga badiyo qolooyinkii kale faraha badnaa ay iskaashanayay aan kaga badiyo aniga iyo tiimkii ila socday ee wasiirada iyo madaxda kale ee xukuumadda ahaa inaannu kaga adkaano oo anaga hol badan aan samayn oo siday u dadaalayaan haddaan u dadaal lahayn aan intaan aan keenayn aymaka keenan aan keenayna taasna waxaan leeyahay shacabka gobolka Hawd waxaan u dirayaa hambalyo iyo taageerada iyo abaalka ay galeen ee ay ugu taageereen xisbiga aan lahaa aan ugu baaqay in ay u heeliyaan oo ay u heeliyaan abaalkooda insha Allah ay heli doonaan.